الحكم الذي نفذته الوزارة على العبيدي هو خاص به شخصه، وهو إجلاء إخلاؤه من جامع زيتون، بينما نحن الهيئة قائمة ومنتخبة من طرف 13 فرعا في داخل الجمهورية زيادة عن الأصل هنا في جامع زيتونة. فكنا نتوقع أن نتسلم المفاتيح، لأن القرار الصادر من المحكمة الإدارية خاص بالعبيدي لا بتسكير جامع زيتونة. ولذلك الوزير السيد وزير نفسه صرح في 10 يوم السبت بأن الوزارة مع التعليم الزيتوني، لكن لما اتصلنا به وأردنا أن نواصل مهمتنا قال الآن المقر بيد الأمن ولا أستطيع تسليمكم إياه، واللي يحب يدرس في المسافة له أن يدرس، بينما الطلبة يحبوا يدرسون ونحن عندنا معناه مئات من طالبات وطلاب، فلا يمكن أن نستوعبهم في جلسات مسائية، ولذلك لابد أن يكون من الثامنة كما كنا سابقا حتى منتصف النهار، ثم بعض القراءات أو الإملاءات أو غيره تقع في المساء. ولذلك نحن لازلنا نتصل بالوزارة حتى تسلمنا المقر الذي مع العلم أنه سلم إلينا بقرار قضائي مؤرخ في 19 مارس 2012 بإعادة استئناف التعليم الزيتوني، ولذلك نحن نطالب الوزارة بتسليمنا المقر حتى نواصل هذه المسيرة ونروي شبابنا المتعطش حتى نبعده عن هذا المنهج. ونحن قلنا الوزارة والغيرها نحن مستعدون للتعاون مع وزارة الشؤون الدينية، مع كلية الشريعة وأصول الدين، لنكون برنامج دسم ويشارك فيه أساتذة التعليم العالي حتى نقدم الغذاء السمين، الغذاء الكافي لإبعاد هذه الفئة من الشباب عن الإرهاب.